هو انا غلطان ان انا بطمن؟ بتطمن بأمارة ايه؟ بأمارة كبيرة، والنبي وسع على 7 جار. الا بالحق بقى، فين الست نور؟ اصل بقالي بتاع يومين كده مش هي. احسن تكون مسافرة ولا حاجة، احسن بعد الشهر تكون عيانة. لا لو عيانة قوليلي، انا مش من هنا وحاسس بغربة ونفسي اعمل لحد شوربة. اشربها واتطرق وشيل نورة يا زلطة من دماغك، وسيبك والنبي بقى من جو الشهامة اللي مش لايقة عليك دي. الخراب اللي احنا فيه ده كله من تحت راسك انت ومعلمك. والله العظيم زلمانة يا ست سميحة، طول ما انت حطاني في كفة واحدة انا والمعلم حسني، ده مش عادل. عادل؟ مش عادل ليه؟ ما انت ماشي وراه زي ظله، وكل مصيبة انت وراه فيها. والله العظيم جبر بيجبرنا يا ست سميحة، بس ربنا وحده اللي يعلم معزتك عندي عاملة ازاي، انت والست نورة. طب طرقنا، اتكل على الله الله يسهلها. طب تكلمي عليها. اتكل على الله الله يسهلها. طب صورة ليها. عم بقى يعني هي نايمة؟ طيب ولا هي نايمة؟ انا مش فاهم يا عم صالح، انت ليه مستهون بالموضوع قوي كده؟ وعايزنا نشيل هم ايه بس يا ابني؟ اذا كانت الدنيا ما تسواش جناح بعوضه. وبعدين انا مش قلت لك قبل كده ان اللي يشيل هم الدنيا يبقى عبيط؟ ماشي، بس يعني ما نقعدش نتفرج، لازم نعمل حاجه. انت ليه مش عايز تفهم؟ بلدنا دي بره الدنيا، والحكومه ما بتسالش فينا بقالها سنين، وعزام العدوي ده له في كل حته بدل الواحد 2 و10. يعني ايه؟ مفيش حد قادر عليه يعني؟ ربنا وحده اللي قادر عليه يا ابني. وبعدين انت عايزنا اجيب لك البوليس لحد هنا؟ هات البوليس لحد هنا، ولو عليا انا وابراهيم هنمشي نروح اي حته. هتروحوا فندق ولا الكندا؟ يا ابني سيبك من الكلام ده وركز في اللي انت فيه. يا عم صالح انا ما رضيتش انت تأذي بسببي. بسببك؟ انت مالك؟ ده موضوع قديم، وانت تشكر انك وقفت له. انت اللي تشكر على اللي عملته معانا، وانا عمري ما انسى وقفتك جنبي. بس دلوقتي انا عايز اطمن عليك. دلوقتي لو عطيه جه بعد المده ولقاك جوه البيت، ايه اللي هيحصل؟ لا يحيق المكر السيء الا باهله. انت دماغك ناشفه كده ليه؟ يعني ايه يا عم صالح؟ هنفضل قاعدين مستنيين نتفرج عليه وهو داخل علينا؟ ازاي يعني؟ يا ابني اللي هو هيعمله واللي احنا هنعمله قدر ربنا. اللي هيحصل سواء احنا بمزاجنا او غصب عننا هيحصل. المكتوب مفيش منه مهروب يا سليم. يبقى نشغل قلبنا وعقلنا باللي ملناش فيه ليه. ركز في اللي بتعمله وسيب بعدين لبعدين. يا جدعان الناس ملمومه كده ليه؟ خد يالا. انت حسين البرعي؟ هو مرة باشا. يلا يلا يلا. ايه يلا يلا؟ ايه؟ طب يا باشا، يا باشا دول ما فتشتنيش. يا باشا انت ما فتشتنيش يا عم. يا عم اهدى على نفسك يا عم. بقول ايه يا معالي الباشا؟ لا مؤاخذة الواد ده واخدينه ليه؟ خليك في حالك يا عم حسني. بس لا مؤاخذة يا باشا، الواد ده حبيبي ونفسي اطمن عليه. وحبيبك يا اخويا هو اللي سرق حاجات ابراهيم السني، وفي 4 شهود على الكلام ده، والنيابه امرنا بظبط. معقول يا باشا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يلا الدنيا جرى فيها ايه يا جدعان؟ يلا ما اشوفش واحد واقف. معلم يا معلم، بالله عليك ما تسيبنا يا معلم. يا معلم الحقني وحات امي. اقص عليك يا دنيا، بقى الواد الواطي ده يعمل كده في ابن حتته؟ ربنا يفك كربك يا ابراهيم وترجع لنا بالسلامه يا اخويا. يا رب. بحول الله. دنيا كله فاني. انت بس مستغربه عشان لسه عارفه من قريب، بس انا متعوده منه على كده، الدنيا تتشال وتتهد وهو ولا كان في حاجه. يا بس كده مش صح يا هدى، كده بيأذي نفسه. يا ما قلت له والله، بس مفيش فايده، هو متعود من عطيه على كده. الغريبة بقى المرة دي حكاية الجواز، غريبة بصراحة. مش غريبة ولا حاجة، بعدين انت اي راجل يشوفك اكيد هيفكر ان هو يتقدم لك او يتجوزك. ما قلتليش بقى هتعمل ايه بالفيديو اللي معاك؟ مع اني ما تعودتش اقول لحد اللي هعمله، بس هقول لك انت يا ستي. ايوه سميحة، طمنيني ايه الاخبار؟ بجد
خلاص مسكوه؟ مسكوه امتى؟ طب يا سميح، انا هكلمك تاني يا سميح، هكلمك. انت كريم يا رب. الو. ايوه زناتي. بص يا ابني، الهبهبه بتاعتك دي مش هتنفعك بحاجه. انا عندي 4 شهود بيقولوا ان انت سرقت العهده. في واحد شافك وانت داخل المستشفى، والتاني انت قلت له. في عمال كتير في المستشفى، لو واحد فيهم شهد ان شافك كده بقى موقفك هيبقى صعب قوي. ده غير المحلات اللي بره المستشفى. انا ممكن اجيب الكاميرات واشوف بقى الشرايط بتاعتها واعرف انت دخلت في اليوم ده ولا لا. احسن حاجه عشان تريح نفسك وتريحني تقول لي ايه اللي حصل بالظبط وتيجي معايا سكه. احكي لك يا باشا على كل حاجه. ومدام حسن الضبع ناوي يجي على سكتي خليه يستحمل اذيتي. وانت بقى مطمن لفريده دي قوي كده؟ طبعا مطمن لها اكتر من نفسي كمان. للدرجه دي؟ ست ما تعرفيش يا ولد، انا فريده دي الوحيده اللي حبيتها في حياتي وهي كمان بتحبني. مستني بس ربنا يكرمني كده ونطلع من المصيبه اللي احنا فيها، احاول نرجع تاني زي الاول. بس انت ما تعرفيش بعد اللي عملته معايا ده كبرت جوه قلبي ازاي. لولاها كانت الدنيا راحت في 60 داهية. وعلى فكره انت كمان جدعه وعملت معايا واجب كبير قوي. اشكي ربنا يكرمك ان شاء الله يرزقك بحد جدع يحبك وتحبيه. بس المره دي بعريس بجد، مش كده وكده زي ما احنا عملنا. يا ابراهيم وقفت المخبرين دي واقف كده ليه؟ يا باشا لا مؤاخذه، انا اعمل كده ليه؟ ابراهيم ده حبيبي وصاحبي وابن عدتي، لا يمكن اذيه ابدا. انا اللي بسالك يا حسني، تفسر بايه الكلام اللي قاله زلطه؟ هو نفس الكلام اللي قاله ابراهيم. الله اعلم يا باشا، بس يمكن يعني ابراهيم لما اتزنق وحب ينجد نفسه قال الكلمتين دول، والواد زلطه لما عرف الكلمتين دول قالهم هم وارد برضه. يا سلام. يا باشا لا مؤاخذة، في مثل بيقول الحرامي بشيلته. في شهود عند حضرتك تثبت الكلام ده؟ أنا تحت أمرك. وأنت مش كان ليك عنده فلوس؟ طب ليه بس الإحراج ده يا باشا؟ ما تخلي الطبق مستور. هو زنق في قرشين كده واديتهم له، بس سددهم. سددهم؟ على داير مليم، أنا حقي خدته كاملاً. بس الأذية ليها 1000 باب يا باشا، أنا أذيه ليه؟ في حاجة تانية عايز تضيفها يا حسني؟ حسبي الله ونعم الوكيل يا باشا في اللي ظلم الراجل الغلبان ده وبهدله هو وعيلته بالشكل ده. ربنا ينتقم منه. بس بقول لك يا باشا، انتوا ناويين تعملوا ايه مع ابراهيم؟ براءة مش كده؟ الله أعلم. ربنا يستر. أيوه يا زناتي. مبروك يا نجم. ولا نقول كفارة؟ أظن أنا كده عملت اللي عليا. زلطة لبس والنيابة شالت اسمك من القضية خلاص. أنا الأوان بقى شبح أنت كمان تعمل اللي عليك. عروستنا الحلوة تروح على بيت جوزها. ها جاهز تنفذ الليلة؟ جاهز. أجيبهولك فين وإمتى؟ بس أعمل حسابك. سلمني أختي في حضني هسلمك سليم. مش هحط صباعي تحت ضرسك. سلمت صباعك يا حبيبي. اسمعني كده بقى كويس عشان أقولك هنعمل إيه. ولو على عروسة سلمها لك. بس اعمل حسابك، مش زنات اللي اتكلت على قفاه، يعني اي دقه نقص اعرف اجيبك انت وهي حتى لو في بطن امك. عارف يا زناتي، وشفت انت عملت ايه في الظابط اللي قد الدنيا. يا مالك انا بقى هتعمل فيا ايه؟ ما تخافش يا زناتي، انا عارف مصلحتي فين. بس انت قول لي بس عايز نعمل ايه بالظبط. طيب معلش يا حبيبتي، مش انا نبهتك قبل كده؟ انا ما حسيتش بنفسي، وانا كمان غصب عني. انا اول مره احس الاحساس ده في حياتي. يا حبيبتي
أول مرة. كبرت يا هدى وبقى في أول مرة، بس أكيد مش هتبقى آخر مرة. استهدي بالله بقى، لحسن والله أجوزك الواد اللي اسمه عطية ده، وتبقوا أنتوا الاتنين عقاب لبعض. بقى أنا عقاب يا عم صالح؟ آه طبعاً، بس أحلى وأجمل عقاب في الدنيا. حضرتك ناوي تعمل إيه معايا؟ من يتوكل على الله فهو حسبه. سيبيها لله يا بنتي، لعل الله هيحدث بعد ذلك أمرا. شفت؟ عشان ما كنتش مصدقني. أنا برضه على فكرة لسه مش مصدق. مستحيل يا ابني إنجي تعمل كده. آه يا تامر، إنجي بتخوني بعد كل اللي عملته علشانها؟ يا ابني استهلا بالله كده وفهمني بشويش، اللي مخليك متأكد يا شادي من كلامك العجيب ده؟ ما يمكن يا ابن الحلال تكون غلطان تاني يا تامر. ما هي بصراحة حاجة ما تخشش العقل يا أخي. مراتك بنت الناس المحترمة اللي انت قاعد لها صوابعك العشر ومولع لها في نفسك ليل ونهار، هتخونك؟ صدقني الحوار ده فيه سوء تفاهم. اه يا تامر، هي اللي قالت لي بنفسها. قالت لك ايه؟ لما الشك كان هيموتني مسكت تليفونها وقلبت في مسجات الفيسبوك، لقيت كلام بينها وبين الواد اللي هي مصاحبه. واجهتها بالكلام ده؟ ردت عليها بمنتهى البرود، قالت لي اهو بيحصل، ولو انت عندك كرامه طلقني. يا نهار اسود على الفجر، مين ابن الصرمه اللي هي بتكلمه ده؟ لسه ما عرفتوش. ما عرفتوش ازاي؟ انت مش تقول لعيب بينهم كلام على الفيس زفت؟ يا اخي اللي بيسمي نفسه دبور. شفت؟ دبور بقى ما دبورش هنجيبه. احنا قد ما حدش يعرف يعلم علينا، اللي يفكر يحك معانا يستحمل بقى اذانا. مش لما نعرف مين هو الاول؟ اعرفه، وساعتها عليا الحرام من ديني احفر لك اسمك على وش امه حرف حرف عشان يعرف احنا مين. انا تعبان قوي يا صاحبي، تعبان وحاسس ان الدنيا كلها فوضى. حاسس بيك، اقسم بالله حاسس بيك يا عم. عملت ايه مع بنت الكلب دي؟ اهم ما لحقتش اعمل حاجه، رميت الكلمتين ومشيت. بص يا شادي، أنا عارف إن الحوار صعب، بس عشان خاطر لازم نفكر بشويش عشان نعرف نتعامل بس مظبوط. رسيني دماغك فيها إيه؟ أنا مش عارف أفكر، أنا حاسس إن أنا انكسرت. أنت عارف إن أنا طول عمري ماليش في أبويا، ولا حتى هو حاول يقربني، ومن بعد موت امي الله يرحمها وانا ماليش في الدنيا حد، ماليش في الدنيا غيرك انت وانجي، وهي دلوقتي انجي راحت، وانا ماليش غيرك انت يا صاحبي. يلا عروسه عشان نلحق نوصل كده قبل ما سليم واخوك يوصلوا، عشان لو في اي عوا على هتصرف. بصي بقى، انا ماشي معاك ما يرضي الله من ساعه ما جبتك هنا، كملي حلو معايا للاخر اكمل حلو معاكي. الشيطان يوزك وتقل عقلك وتعملي اي نمره واحنا في العربيه، ولا حتى بعد ما نوصل مش هتلحقي تروحي بيتكم. فهماني طبعا. يلا. مساء الخير يا نسا فريدة. مساء النور. يا ترى ايه بقى الحاجة الخطيرة اللي انت جايبينها عشانها في منطقة مقطوعة زي دي؟ أنا صلاح بيه. كنا رحنا معاه يا ابني بدل ما سيبناه يروح لوحده كده. وعن يدك يا شيخ صالح، هو عايز يروح لوحده؟ ربنا يعينه بقى، كل واحد اضرب ظروفه. على رايك، وبعدين ده معاه ربنا اللي اقوى واحن عليه من الكل.
ربنا يوفقه. يا رب. نزل سلاحك يا صلاح بيه. املا لي كمين استهانم. مفيش حد عامل لك كمين. بعدين انت سبت القضيه. لما انت عارف ان انا سبت القضيه سمعت ايه اللي انت بتعمله ده كله. نزل سلاحك واحنا نتكلم. مش هينفع. حتى لو كنت سبت القضيه انا لسه راجل امن. شغلتي ان لو قابلت مجرم لازم اقبض عليه. انت عارف ان سليم بريء يا صلاح بيه. بعدين جاي النهارده وجايب دليل براءتي معايا. اللي معاه دليل براءه يعمل اللي انت بتعمله ده؟ عندك حق. بس الدليل اللي معايا يطلعني بريء قدامك انت بس. لكن ما يخرجنيش بره القضيه. بعدين اسال نفسك ليه انت بالذات دورت عليك مره واثنين وثلاثه؟ مش انت ظابط حقاني ومحترم وعمرك ما جيت على حد. حتى بعد ما سبت القضيه غصب عنك. اسمعني. نزل سلاحك واسمعني. ابوك فين يا هدى؟ مش هنا. ويا ترى انت لوحدك ولا سايب لك حد من الرجاله اللي كانوا معاه عشان يونسك؟ لم لسانك يا عطيه. كده ماشي. قسما بالله انت ما كان ليك الا ابو مصعب هو اللي يعرف يشكمك. طب يلا انجز بقى بدل ما اهبش فيك. شكلك لوحدك. صحيح حضره النظر هرب وسابك ولا ايه؟ عشان عارف ان احنا عمرنا ما نتعدى على حرمه لوحدها. الشيخ صالح ابو فضه ما يهربش ولا حتى من الموت. هو راح مشوار وسابني عشان عارف ان انا بعشر رجال من عينتك انت واللي معاك. عيل الكلام يا هدى. انا عامل حساب انك حرمه لوحدك. صحيح بس للصبر حدود. فعلا للصبر حدود. فيا ريت بقى تنجز وتقول جاي ليه يا عطيه. طب بلغ ابوك اني ما بتهوش وان اول ما المهله تخلص بالدقيقه هجيب البيت ده على اللي فيه بالبلدوزر والرجاله سواء فاضي او مليان. السلام عليكم. صدقتني؟ بس الفيديو ده بيقول ان تامر ابو المجد هو اللي قتل البنت، لكن ما بيقولش مين اللي قتل زياد. عشان كده ما وديتوش النيابه وجيت لك بيه. عشان النيابه عايزه دليل واضح. مش فاهم تقصد ايه؟ قصدي انك بعد ما شفت الفيديو ده اكيد مش مكدبني. وان زياد صور تامر بعد ما خبط البنت. وجالي بعديها رحت امسك الواد موته زياد ولبسه لي انا وهو عشان احنا الوحيدين اللي عارفين. مجرد كلام نظري. انت عارفهم كويس وتعاملت معاهم كتير. بعرف ان هم ما بيرحموش واديهم طايل. دول حتى بعدوك على القضيه عشان ما مشيتش على هواهم وعملت اللي هم عايزينه. بس انا ما افتكرش ان لطفي والمجد يعمل ده كله لوحده. ما هو مش لوحده. لطفي ونشأت وحماد وتميم وزناتي ويعلم مين كمان معاهم. انت عايز مني يا سليم؟ خصوصا انك عارف ان انا سبت القضيه. عايزك تصدقني. عشان مفيش غيرك دلوقتي اثق فيه. وافرض صدقتك هتفرق معاك؟ هتفرق. على الاقل انا وانت نبقى في خندق واحد. شادي؟ شادي؟ قوم يا حبيبي تعالى نام جوه. كويس يا ابني؟ رامي ازيك؟ أنا تامر. على صحتك من النوم ولا إيه؟ لا لا أنا كنت عايزك في موضوع تاني كده مش بخصوص سليم أنصاري يا رحيم. حاجة ليها علاقة بالإنترنت وكده. طيب شوف مواعيدك كده ولو ينفع نتقابل. ماشي بس الموضوع بالنسبة لي مهم يا رامي. ها؟
ماشي يا معلم، استنى تليفونك. متشكر. هو ده كل اللي حصل يا عم صالح. ربنا يا ابني يضلل بساتره علينا ويجعل ايده فوق ايدينا ان شاء الله. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. خليها في بالك على طول يا ابني. ربنا يسترها ان شاء الله. يلا بينا نطلع بقى المشوار بتاع ابراهيم. معلش يا ابراهيم عطلناك. لا ولا يهمك سليم بيه، احنا يا دوبك نحصل. اختر ازاي، انا مش عايز اسمع لك صوت. اخوك اتاخر. ده مش كويس لا عشانك ولا عشانه. دلوقتي يجي. ابراهيم لا يمكن يسيبني في المصيبه دي ابدا. طب ركزي معايا كده عشان نعرف هنعمل ايه بالظبط. اخوكي بسلامته طلع حويط، وعشان يضمن ان ما لعبش معاه الدنيئه هيدخل هو الاول وراس ليه. احنا بقى نعمل ايه؟ هنطلع احوط منه. اول ما يجوا نشوفهم استخبي انت كده، وانت ابراهيم اول ما يشوفك هيجري عليكي وياخدك ويمشي. وبعدين؟ ولا قبلين بقى، هو هيجري عليكي ياخدك. وانا مني لسليم الانصاري. مالكش حق عطية تشد عليها بالطريقة دي. ده مهما كان البنت برضه دي بنت كلب. في ايه؟ انت متغاظ عشان ما اتجوزتهاش ولا ايه؟ مين ده يا حاج اللي اتغاظ؟ انا ابو مصعب برضه اللي تترمي تحت رجله خير نساء الدنيا وخير حريات الجنة كمان ان شاء الله. ده كان مجرد حل مش اكتر، وهم الخسرانين ان هم مرضيوش بيه. طب افرض المهلة خلصت وهم مشيوش، هيبقى ايه الحل ساعتها؟ أبو مصعب إذا قال فعل، قسماً بعزة جلال الله لو ما استلمتش البيت قبل ما المهلة تخلص لكون هادد البيت على اللي فيه. وهو إيه اللي هيخليه يجي حتة مقطعة زي دي كده من طوع إبراهيم؟ ما تشغليش بالك بقى، أنا قلت له يعمل إيه بالظبط؟ هيفهمه إن هنا مكان يجي يستخبي فيه هما الاتنين، ولازم يجي عينه. سلام، هما مستخبيين فين دلوقتي؟ وأناش عرفني دلوقتي، أنت بترد كتير ليه؟ ما تستني ولما يجوا هتعرفي كل حاجة. ابراهيم نورة، حلق نورة.